تدري ان في صحابي اهتز لموته عرش الله سبحانه وتعالى؟ عرش الله من فوق سبع سماوات يهتز لموت صحابي. ممكن قد مرت علينا هذه القصة اكثر من مرة، لكن ما تعرف ايش هي التفاصيل. تفاصيلها الحقيقة جدا صادمة. وفي هذه القصة صحابي ربط نفسه في عمود المسجد بسبب اشارة واحدة بيده. كان في هذه الاشارة خيانة لله ورسوله، واهل المدينة شافوا بعيونهم جبريل عليه السلام يمر من عنده. وامرأة غريبة من بني قريظة فعلت فعلة بشعة جدا، فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. والغريب انها كانت تضحك طول الوقت، والصحابة ما صلوا العصر الا بعد صلاة العشاء. فمن هو هذا الصحابي اللي اهتز لموته عرش الله سبحانه وتعالى؟ وايش سوى هذا الصحابي عشان يربط نفسه في عمود المسجد؟ ومن هي هذه المرأة الغريبة؟ وليش هي تضحك طول الوقت مع انها عارفة انها ستقتل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. قبل ما نبدأ قصة اليوم، حاب أبارك لي ولكم بقدوم شهر رمضان. الله يجعله شهر مبارك علينا وعليكم، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. طبعا الجدول في رمضان راح يكون نفس الجدول العادي، مقطع كل جمعة، بس الحلقات بإذن الله راح تكون بعد صلاة التراويح، يعني متأخر شوية في الليل بحكم ان رمضان اغلبنا يسهر. جهز لك شيء تاكله، ولا تنسى تضيفني في كل السوشيال ميديا. كل اللي عليك انك تكتب انس اكشن، وباذن الله العلي العظيم راح اطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله نبدا القصة. قبل ما نبدأ قصة اليوم، خلونا نرجع ورا قبل ما يدخل الإسلام المدينة المنورة، أيام كان اسمها يثرب. ورح نمشي خطوة خطوة عشان نعرف من هم بني قريظة. بني قريظة هي قبيلة كانت من قبائل أهل الكتاب اللي موجودة في يثرب اللي هي المدينة. وكان في هذه القبيلة رجل اسمه ابن حواس، وكان هذا الرجل عنده علم كثير جدا، يعني يعتبر من علماء بني قريظة. وكان ابن حواس دائما يوصي بني قريظة على انهم يؤمنون بنبي سيبعثها الله في العرب. وكان يقول لهم دائما: تركت الخمر والخمير والتأمير وجئت الى السقاء والتمر والشاي. اذا ما فهمت كلامه هذا، تراني حتى انا ما فهمت كلامه. وبنو قريظة نفسي ونفسك ما كانوا يعرفون ايش اللي قاعد يقول، فردوا عليه: وما ذلك؟ قال: يخرج من هذه القرية نبي، فإن خرج وأنا حي اتبعته ونصرته، وإن خرج بعدي فإياكم أن تخدعوا عنه، فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياء. انقسموا بنو قريظة إلى قسمين: قسم كذبوه وهم الأغلبية، والقسم الثاني صدقوا فيه. بنو قريظة كانوا من نسل هارون عليه السلام، يعني ما كانوا من العرب. وكانت هذه القبيلة بالذات مشهورة بالغدر، فقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، والمدينة كان فيها قبيلتين كبيرتين، الأوس والخزرج. واللي ما تعرف عن هذه القبيلتين إن كان بينهم عداوة كبيرة، كانت عداوتهم جدا شديدة، فحصلت بينهم ملحمة تسمى بمعركة بعان، واللي قتل فيها الكثير من الأوس والخزرج. والسبب الرئيسي في هذه المعركة هو غدر بني قريظة، فكانت هي اللي حرضت وهي اللي غدرت وكسرت العقد، فمو بشيء جديد عليه. طبعا هذه المعركة كانت من أشرس المعارك في التاريخ. وفي هذه المعركة كانوا بنو قريظة في صف الأوس، يعني كانوا في طرف الأوس ومع الأوس. بس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، تغيرت الأحوال بين الأوس والخزرج، وانقلبت هذه العداوة الشديدة اللي بينهم إلى مو بس سلام، إلى أخوة شديدة، يعني جمعهم الإسلام على قلب رجل واحد. الحين نرجع لغزوة الخندق. بعد غزوة الخندق رجعوا المسلمين للمدينة، وكان وقتها الظهر، وكان وقتها سعد ابن معاذ باقي مصاب بإصابة اللي في يده، صح انها التأمت لكنها باقي اثار التعب عليه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعالجونه في المدينة بقرب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يزوره. وكان يتعالج عند وحدة اسمها رفيدة. وقلب سعد بن معاذ لازال مليان على بني قريظة، لان سمعهم باذنه وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قلب سعد بن معاذ مليان لكنه تعبان من جرحه اللي في يده. المهم ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ووضع سلاحه واغتسل وتطيب وتبخر، بس فجأة دخل عليه جبريل عليه السلام وقال له: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: فما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة
فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي وأعطاه الراية اللي هي نفسها كانت راية غزوة الخندق، ما فكوها باقي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أنه ينادي في القوم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ولبس الدروع وركب على خيله، وتجهز معه 36 فارس من فرسان الصحابة، وكان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمشوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والغريب إنهم مروا على نفر من بني النجار عند منطقة تسمى الصورين، كانوا متلبسين بالأسلحة وصفين من الجنود، كانوا جاهزين للحرب مع إنهم ما كانوا يدرون إن في معركة بتصير. كانوا صفين مثل العسكر وجاهزين بشكل عجيب شوي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وسألهم، قال لهم هل مر بكم أحد؟ قالوا نعم يا رسول الله، مر من عندنا رجل يسمى دحية الكلبي، كان راكب على بغله، مر من عندنا وأمرنا إن نلبس الأسلحة، وقال تجهزوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بمر عليكم الحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوب. فراحوا هذول النفر من بني النجار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الطريق قدم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من صغار الصحابة يسبقونهم لحصون بني قريظة، وكان منهم علي رضي الله عنه. في يوم وصلوا صغار الصحابة لحصون بني قريظة غرزوا راياتهم هناك، غرزوا الرايات ووقفوا كله، بس سمعوا سب وشتم من بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم، قذف وشتم وسب، كانوا حتى يقذفون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فزعلوا الصحابة زعل شديد، فكانوا يردون عليهم السيف بيننا وبينكم. يقول أبو قتادة، كنت في من كان يستمع وحنا على هذا الحال إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطلعون علينا جايين من بعيد. في يوم شاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي من هناك وهذولا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو قتادة نظر لي علي وقال إلزم الراية، وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وصل لعلي بن أبي طالب قال له، يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث، يعني يا رسول الله لا تقرب منهم، هذولا ذولا خباث. فقال النبي، لما أظنك سمعت منهم لي أذى، يعني كنك يا علي سمعت كلام فيه أذى لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. فتجمع الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وحوط حوله زي الدرع صار، وكان هذا كله من الصحابة نفسه خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحدث عليه حجر أو شيء زي. يوم قرب النبي صلى الله عليه وسلم لحصونه قال، يا إخوان القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أتشتمونني؟ قاموا يحلفون ويقسمون إنهم ما سبوا سبة واحدة فقط، ولا شتموا ولا سبوا ولا قذفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. وقالوا، يا أبا القاسم ما كنت جهولا، تعرفنا يا محمد إن ما احنا حقين الكلام هذا، حقين السب والقذف. شوف الرد المؤدب وكيف تأدبوا يوم سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فقام واحد من الأوس اسمه أسيد بن الحضير، قد سوينا عنه مقطع قبل كده، كان سيد من سادة الأوس، قال، يا بني قريظة لا نبرح حصونكم حتى تموتوا جوع، إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر. وزي ما قلنا قبل، بني قريظة كانوا حلفاء للأوس، فكلمة أسيد هذه يعني بثت في قلوبهم الروح. قالوا بنو قريظة، يا ابن الحضير، نحن مواليكم من دون الخزرج، حنا وقفنا معاكم ضد الخزرج في يوم من الأيام، كيف تسوون فينا كذا؟ كنا حلفاؤكم واقفين معكم. يحاول يحزنه ويستعطف، رد أسيد رضي الله عنه، لا عهد بيني وبينكم، وهذه كانت بمثابة صفعة في خد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماه أنهم يتقدموا، وكانوا تقريبا 50 رام، فبدأوا يرمون بالسهام، حتى إن السهام كانت مثل الجراد، يرمون في يتخبون بني قريظة، يتخبون كلهم خايفين من هذه السهام تقع فيه. بس بين بني قريظة شخص غامض بهيئة أنثى، كان مع محارب بني قريظة وعيونه على الصحابة. يقول كعب بن عمرو، رميت ذاك اليوم كل ما في جعبتي من سهام، وما وقفنا الرمي حتى دخل الليل علينا، فرجعوا إلى المعسكر وما كان معهم أكل إلا التمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم يأكلون من هذا التمر. طبعا الجيش مو كامل، باقي جزء من الجيش ما وصل لبني قريظة، ما وصل للحصون، يعني حل الليل وباقي ما وصل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني هذا أمر، وهذولا باقي ما وصلوا إلين الحين. وهذه المجموعة في الطريق اختصموا، فبعضهم يقول لازم نصلي العصر يا أخوان، العصر بتروح علينا، والجزء الثاني يقول لا نصلي العصر إلا في بني قريظة زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنهم وصلوا، وصلوا كلهم، اللي صلى واللي ما صلى. أول ما وصلوا لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون صلاة العشاء، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة صلاة العشاء، وبعدها صلوا صلاة العصر، واجتمعوا عند النبي صلى الله
الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب اللي أخروا صلاة العصر واللي صلوها في وقتها، ما عاتب أي أحد منهم. بس العجيب هنا دقتهم في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي تذمر. عد الوقت إلين دخلوا في الثلث الأخير من الليل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم يقوموا، وقدم الرماه وحوطوا حول الحصون، وما استعملوا فقط السهام، استعملوا حتى الحجارة، فجلسوا يرمونهم ويتبادلون الرمي، وكان من الصحابة اللي يرمون صحابي اسمه خلاد ابن سويد، كان من هذول الرماح. فقرب خلاد ابن سويد من الحصون، بدأ يقرب أكثر وأكثر إلين صار ما بينه وبين الحصون إلا شيء بسيط، يعني صار قريب جدا جدا. بس فجأة إلا بشيء يرمى على خلاد ابن سويد من فوق الحصون، أول ما طاح على رأس خلاد ابن سويد هشم جمجمة، فطاح خلاد ابن سويد جثة هامدة. فكان هذا الشيء اللي رمي على خلاد ابن سويد حجر الرحى اللي يطحنون به الحب، فهشمه وطاح شهيد في سبيل الله. فاستمروا في الرمي إلين نزل لهم رجل من بني قريظة يقول لهم اصبروا وهدوا وقفوا الرمي، نبغى نكلم محمد. خلاص فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على انهم يتناقشوا، فدخل هذا الرجل اللي من بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد نسوي مثل بني النضير، نطلع من هنا ولا عد تشوفونا ابدا، بس ناخذ اللي نقدر نشيله على الابل فقط. بس النبي صلى الله عليه وسلم رفض. هنا انصدم هذا الرجل اللي من بني قريظة، فقال اجل نطلع ولا ناخذ شيء معنا، نطلع من دون شيء، خذوا كل شيء بس خلونا أحياء. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال تنزلون على حكمي، يعني تنزلون على حكمي، أنا اللي أختار مو أنتم، أنا اللي أحكم عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غدره وقد إيش هم سووا في الأوس والخزرج قبل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إيش الحكم، احتفظ بالحكم كسر، بس قال لهم أنا اللي أحكم عليكم. راح هذا الرجل لقومه وقال لهم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سيد بني قريظة كان اسمه كعب بن أسد، فقال كعب يا معشر بني قريظة والله إنكم لا تعلمون أن محمد النبي الله، وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب، حيث لم يكن نبينا من بني يعقوب فهو حيث جعله الله، ولقد كنت كارها لنقض العهد والعقد بيننا، ولكن البلاء والشؤم من هذا حيي بن أخطب، كان حيي بن أخطب هو سبب نقض العهد والعقد بينه بين المسلمين وبني قريظة، وقد وعده إنه يدخل معه الحصون وفعليا كان جنبه كان موجود، فيقول ولكن البلاء والشؤم هذا اللي جالس، يعني حيي بن أخطب كان شؤم علينا وعلى قومه، مع أن قومه كانوا أشوى منه، والله لا يستبقي محمد رجلا واحدا إلا من اتبعه، يعني اللي يدخلون للإسلام فقط هم اللي سيؤمنون بس. وقال لهم يا بني قريظة تذكرون ابن حواس؟ ايوه ابن حواس هذاك اللي كان عنده العلم، عالم من علماء بني قريظة، كان يوصينا بهذا النبي اللي بيظهر، خلونا نؤمن بهذا النبي وننزل له، نؤمن على اموالنا وحلالنا وديارنا بدخولنا في الاسلام. قالوا بني قريظة يا كعب لا والله ما نفارق ديننا وإنا على عهد التوراة. قال كعب اجل نقتل اولادنا واطفالنا ونساءنا كلهم وننزل نقاتل، خلاص يصير ما في شيء نخسره، إذا متنا متنا وإذا انتصرنا انتصرنا. فقام حيي بن أخطب وقال يا كعب طيب إذا انتصرنا كيف نعيش، لا أولاد ولا أموال ولا نساء، وكيف نقتل الضعوف هذول؟ قال كعب والله ما فيكم واحد سديد، كل ما أعطيتكم رأيي رديتوه، هذا آخر شهر، اليوم يوم السبت والمسلمين يفكرون ما بنحارب في يوم السبت، إيش رأيكم ننزل عليهم؟ إيوه ننزل عليهم يوم السبت دامهم مستأمنين، ما بيسوونا شيء دامهم مستأمنين، ونبدأ نحارب فيهم ونقتل فيهم. قالوا يا كعب تبغى الله يمسخنا قردة وخنازير مثل أصحاب السبت؟ لا 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 يا كعب لا نفسد علينا سبتنا، سوي اللي تبغاه لكن ما نفسد علينا سبتنا. قاموا ثلاثة من بني قريظة وتسللوا من الحصون ونزلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد بأنك رسول الله ونحن مسلمون، ودخلوا في الإسلام، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساؤهم وديارهم بعد دخولهم في الإسلام. وهنا بني قريظة بدوا يتكسرون ويتحطم، يوم شافوا بنو قريظة الوضع خارج عن سيطرته قالوا ما في إلا حل، هي الورقة الرابحة الأخيرة، نطلب من محمد رجل من الأوس ونأمر أطفالنا أنهم يروحون عنده ويبكون عنده عشان نكسبهم بالعاطفة، لعل الأوس يجون في صفنا وننقلب على محمد. ففعليا طلبوا هذا الرجل ورح لهم رجل يسمى بأبو لبابة، فأول ما دخل أبو لبابة جوه الأطفال وهم يبكون بشدة يشاهقون من البكاء، فعليا نجحت الخطة وبدأ يتعاطف معهم. في يوم شافوا الخطة زبطت قالوا هل ترانا ننزل على حكم محمد يا أبو لبابة؟ قال لهم أبو لبابة نحن، وأشر بيده بهذه الحركة، يقول أبو لبابة أول ما سويت هذه الحركة تجمدت في مكان وعرفت أن اللي سويته مصيبة كبيرة، عرفت في لحظتها أني خنت الله ورسوله بهذه الحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ
بحكمه كسر. إيش المصيبة اللي وقع فيها أبو لبابة؟ يقول فما قدرت أني أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قدرت أني حتى أبقى في بني قريظة. خرجت مسرع إلين وصلت للمسجد وأربط نفسي في عمود من أعمدة المسجد وحلفت بالله إني ما أفك نفسي من هذا العمود حتى يتوب الله علي، وإن رجلي لا تطأ بعد الآن بني قريظة، لا تطأ مكان خنت فيه الله سبحانه وتعالى ورسوله. وجلس مربوط هناك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة ينتظرون أبو لبابة يرجع، فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبو لبابة هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وصل للنبي صلى الله عليه وسلم خبر أبو لبابة وكيف أنه هرب وربط نفسه في عمود في المسجد وحلف بالله إن ما يفك نفسه إلين الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يفك من مكانه حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. المهم ان بني قريظة يوم شافوا ابو لبابة هرب زي كذا وخطتهم فشلت نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا الاوس وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بني قريظة حالفونا في يوم من الايام وساعدونا ضد الخزرج وكان لهم مواقف معنا. يوم قالوا كذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الا ترضون يا معشر الاوس ان يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي في المدينة اللي مجروح اللي دعا الله سبحانه وتعالى إنه يشفي صدره من بني قريظة. قالوا: خلاص تمام. فراحوا الأوس إلى سعد بن معاذ وهو مطروح في بيت رفيدة وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يحكمك في قريظة، وشلوا على حمار وجابوه إلين بني قريظة. وهم في الطريق كانوا يقولون: يا سعد، أحسن في مواليك، أحسن في حلفائنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيه. فرد عليهم سعد وهو تعبان، تعبان من مرض: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. يوم سمعوا الأوس كلامه كذا قالوا: أجل بيحكم عليهم حكم شديد. المهم إنهم مشوا للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم وصلوا للنبي قال النبي: قوموا لسيدكم. فقاموا وقالوا لسعد: يا سعد، احكم في موالي، فالحكم عندك أنت. قال لهم سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاق أن الحكم فيهم لما حكمت، يعني حكمي فعليا بتطبقونه؟ قالوا: نعم، يمشي على الجميع. وأشروا على الجميع إلا النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني الحكم لك يا سعد. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أمواله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقال النبي: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقية، يعني من فوق سبع سماوات. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندق وكانوا بنو قريظة مكبلين مكتفين مربوطين، كانوا مربوطين بهذا الشكل ويساقون لهذه الحفرة، يساقون مجموعات فتضرب أعناقهم عند هذه الحفرة. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت معي امرأة من بني قريظة كانت تضحك وتسولف وأمورها عادية جدا، تضحك بطنا وظهرا وتسولف ولكأن رجال بني قريظة يقتلون في هذه اللحظة، وهي على هذه الحال إلا والصحابة ينادون اسمها، كان اسمها بنانة. تقول فأجابت فسألتها: لما إيش سويتي عشان ينادون اسمك؟ فقالت: ينادوني للقتل لحدث أحدثته. تتذكرون خلاد بن سويد؟ بنانة هذه هي اللي رمت صخرة الرحى على خلاد بن سويد، يعني هي اللي قتلته، فكانت هي الامرأة الوحيدة اللي قتلت في ذاك الحدث. المهم ان سعد بن معاذ خلاص قرت عينه من بني قريظة والحين جالسين ياخذونه عشان يرجعونه لخيمة كعيبة بنت سعد، وكان جرحه في ذاك الوقت لازال ملتئم من دعوته لله سبحانه وتعالى، وهو في خيمتها رفع يديه لله وقال: اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع، فإنه لم يكن في الناس قوم أحب لي أن أقاتل من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه من قريش، وإني أظن يا الله أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، وإن كان بقي بيننا وبينهم فابقني أقاتلهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب فافجر هذه الكلم واجعل موتي فيه، فقد أقررت عيني يا الله من بني قريظة لعداوتهم لك ولنبيك ولأوليائك. فانفجر هذا الجرح، انفجر جرح سعد بن معاذ وبدأ ينزف الدم من جديد، رجع ينزف الدم من جديد بقوة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم جرح سعد بن معاذ انفجر من جديد، قام النبي واعتنق سعد بن معاذ، احتضن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بشدة، ودم سعد بن معاذ ينفح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ وجه النبي ولحيته، ولا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون الصحابة: كنا نمنع الدم من نهيه
يوصل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأبى الدم إلا أنه يصل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. الحين رجع سعد بن معاذ ينزف من جديد، ورجع تعبه أشد وأشد، وبدت حالته تسوء. وراحوا بعض الصحابة لأهالي وأبناء اللي يستشهدوا في غزوة بني قريظة، وكان منهم أم خلاد بن سويد، فراحوا لها وقالوا لها بأن ولدها استشهد، فانتقبت لبست النقاب فجاءت وهي منتقبة. طبعا خلاد بن سويد كان مهشم لأن الحجر كبير مو بسهل، فكان منظره شوية يوجع في القلب. لكن أم خلاد أول ما شافت ولدها كان عندها صبر شديد جدا، فقالت حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان همها من نقابها. فقيل لها قتل خلاد ولدك وأنت خايفة على نقابك؟ فقالت إن كنت رزئت خلادا فلا أرزئ حيائي، يعني إن كان فقدت خلاد فما بفقد حيائي، ما بترك نقابي، صح إن خلاد مات لكن حيائي ما يموت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي حصل، فقال إن له أجر شهيدين. طبعا أبو لبابة لازال مربوط في العمود في المسجد، وكانت الأيام تمر وهو لازال مربوط في المسجد، ووصلت حالته جدا صعبة، وكان مستعد إنه يموت في هذا العمود، مربوط في هذا العمود، أهم شيء إن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فكانت تجي زوجته تفكه من العمود، يصلي مع الناس ومع المسلمين ويرجع للعمود وتربطه. المهم إنه في اليوم السادس كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. تقول أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يضحك، فقلت له مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيب على أبي لبابة، يعني الله سبحانه وتعالى تاب على أبو لبابة. فقالت أم سلمة ألا أبشره يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلى إذا شئت. فخرجت أم سلمة تبشره، ففرح الناس كلهم، مو بس أبو لبابة، فرح الصحابة كلهم، فانطلقوا الناس على أبو لبابة فرحين يبغون يفكون رباطه، بس وقفهم أبو لبابة وقال لا تفكوا رباطي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يفك رباطي مو أنتم. أعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه طيب عليه، وإنه هو حتى سامح. في يوم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فك رباطه، فسامح النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. يوم أخلص التوبة لله سبحانه وتعالى. الحين نرجع لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ لا زال تعبان، وكان في أشد حالات مرضه، خلاص يعني في آخر أيام. في ليلة من الليالي كان تعبان جدا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ وكان مطروح، وكان جسيم كبير الجسم وشديد البياض. شافه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش هو تعبان وكيف إنه مغشي عليه من التعب. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أخذ رأسه في حجره وحط يده على رأسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويده على رأس سعد بن معاذ اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فاقبض روحه بخير ما تقبض فيه أرواح الخلق. فسمع سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم وصوته، ففتح سعد بن معاذ عيونه فشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت رسالته. ورجع سعد بن معاذ وغمض عيونه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم رأس سعد بن معاذ وقام وخرج من عنده، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لحجرته. وبعد ساعة من الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته إلا ونزل جبريل عليه السلام من السماء، وكان عليه عمامة من استبرق، فقال جبريل عليه السلام يا محمد من هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم؟ في رجل صالح مات فيكم يا محمد، فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عادي بسعد بن معاذ وهو يموت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرع وكان متوجه لسعد بن معاذ، خرج بسرعة فلقي سعد بن معاذ خرجت روحه لله سبحانه وتعالى، ومات سعد بن معاذ الصحابي اللي صدق مع الله. في يوم صعدت روحه لله اهتز عرش الرحمن فرحة لقدوم روحه. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، ونشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.